السلام عليكم. كما عودتكم جريدة الأصوات، سلموا بجميع الميادين والمجالات السياسية والفنية والاقتصادية. اليوم بمناسبة الفترة ديال الانتخابات معنا ضيف اللي معروف اللي عطى بزاف للمغرب، السي عبد العزيز البار. غادي البار استأسف. الله يخليك، بغيناك تقدم نفسك. عزيز البار، مرشح دائرة الجنوبية، برلماني سابق، مثمر في القطاع السياحي وقطاع الثورة الاقتصادية الاجتماعية في فاس مكناس والمغرب ككل، ومثمر إلا في فاس، ما مستمر والو على برا، لأن الشغل الشاغل هو تشجيع اليد العاملة بالمغرب وتشجيع الاقتصاد، وخاصة تشجيع الإقلاع التنمية الاقتصادية بالبلاد. سي البار، إلا سمحتي ممكن تقول للمغاربة شنو اللي دفعكم للترشيح واقتحام مجال الانتخابات؟ حقا كهو معروف عن جل المواطنين في جميع الفئات المثقفة، أو يعني في جميع الفئات المغاربة، هي السياسة حقا عصب الحياة بالمجتمع. فلا بد من الخيرات في الحياة السياسية من أجل تجويد الحياة الاجتماعية الاقتصادية التعليمية التدريسية الثقافية والصحية والرياضية. فشخصيا بكل تواضع، عبد ربي رجل أعمال، ما دخلش السياسة من أجل الربح أو الكاريير. كل تواضع، عبد ربي مشغل مستمر، هدفي الوحيد والدائم هو الدفاع عن مصالح مدينة فاس وساكنتها، وخاصة تشجيع الاستثمار من أجل خلق فرص شغل لأبنائها، لأن هذه النقاط الأساسية والأولية. لأن الخطابات السياسوية أو البرامج الحزبية هي دائما تتهدر على الصحة، التعليم، التدريس، الثقافة. حقا الصحة تجي من التدريس ومن الثقافة، ولكن هذه أمور واقعية من موسى، وللأسف في جل التدخلات البرلمانية السابقة يعني دائما كنا تنادوا، وللأسف فشل مسؤولية يعني الحكومة الحالية يعني في إعطاء الأولويات حقيقة للصحة. وها نحن اليوم نعيشوا هذه المأساة ديال الكورونا، اللي هذه الأزمات ديال الكورونا، اللي اليوم المغرب من أوائل الدول اللي خرج من هذه الأزمات، وعطى مثال الدول الأوروبية باعتراف بعد جرائد أمريكية على رأسها واشنطن بوست. سي البر، ممكن تقول لنا كيفاش تشوف النساء الأصالة والمعاصرة على رؤوس اللوائح الانتخابية؟ حقيقة هذه نقاط من النقاط الأساسية والأولية اللي تعطتك أسبقية من الأسبقية للحزب، وهي يعني المساواة المرأة. حنا كي تنعرفوا كتجربة حالية اللي تنعيشوا حاليا، وهي اللوائح النسائية. يعني على سبيل المثال عندنا لائحة نساء في جنان الورد، لائحة نساء يعني في سايس، ولائحة يعني في أكدال، زائد لائحة ديال المرأة البرلمان، زائد لائحة ديال الجهة، وبالتالي تكمل لائحة ديال البرلمان. فالناس اللي لدينا في اللوائح ديال البام هما ناس نضاف، يقفون مع المواطنين من أجل مساعدتهم دون مقابل أو شو. هدفنا جميعا هو الرقي بالمدينة وأهلها من أجل الرخاء والهناء، مثل ما دعا إلى ذلك النموذج التنموي الجديد. إلا سمحتي سي عبد العزيز البار، واش ممكن تقرب المغاربة من المشاريع اللي نجزتوا على أرض الواقع؟ حقيقة بكل تواضع، منذ 40 سنة ونحمل هموم أهل فاس، وأسوقها في جميع الجهات، وأطرح حلول وأقترح حلول عملية. على سبيل المثال، كرئيس المجلس الجهوي للسياحة أسوق لوجهة فاس بمآثرها وتاريخها وجمالتها في كل الملتقيات الدولية، وأساهم في جلب السياح وجلب العملة الصعبة.
وإنعاش صناعة تقليدية. كما ندافع دائما في البرلمان ودافع عن الفئات الهشة، تجار، حرفيين، الحمامات، يعني تريبورتورات، وكل مهن من أجل العيش الكريم. على سبيل المثال النقل السياحي اللي من أوائل النقاط اللي عاشت مشاكل، وخاصة مع الليزين والأبناك وغيرها، المرشدين السياحيين نسبيا، البازارات، المقاهي، المطاعم، لأن حتى الإغلاق ديال 8 أو 9 يعني ضرار. وهنا دائما تندافع كل ما في جهدنا على دور الضيافة، على سبيل المثال منشآت سياحية وجميع التجار الصغار وجميع الفئات الهشة، يعني كمثال ممول الحفلات، وكلاء التسويق والاتصال ليزيفينيمونسييل، وجميع الفئات خاصة التجار الصغار والمقاهي اللي هما كذا. فاقتراحات ديالنا كان دائما إعطاء الأولوية للتجار الصغار، لأن سر النجاح ديال الدول الغنية والناجحة، وعلى رأس على سبيل المثال إسبانيا والبرتغال اللي كانوا آنذاك هذه 20 أو 30 عام كيعملوا في ألمانيا وفي أوروبا، يعني ودربوا وخداوا يعني بعض المهن وجاوا لإسبانيا والبرتغال يعني وحسنوها وجودوها، وربما عطاوا الخدمات ديالهم أكثر. ولكن سر النجاح هو المقاولات الصغيرة وجد الصغيرة، لأن هي اللي ربما في أي أزمة من الأزمات، وعلى سبيل المثال الأزمة ديال 10 سنين الأولى ديال الغولف، والأزمة ديال 10 سنين الثانية ديال اللي بدات في أمريكا الاقتصادية وكملت في أوروبا، يعني المقاولات جد صغيرة. ولو كانت الأزمة الاقتصادية وحنا اليوم في كورونا اللي هي ريسكدا، يعني تتوصل ك يعني تصيب حلول كعائلة صغيرة وكمقاولة صغيرة باش تصيب حلول. يعني الأب ربما ما تتخلش، الأم ما تتخلش، الولد ما تتخلش، العاملين معاهم الأقرباء كذا باش يحاولوا يغيثوا، لأن يعني إيجاد حلول ومقاولات جد صغيرة تتصيب على العائلات والناس العاملين فيها، ولكن إيجاد حلول ومقاولات الكبرى جد صعبة. صعيبة علاش؟ لأن المقاولات الكبرى كل ما كبرت كل ما كبروا المشاكل ديالها، كل ما كبروا المصاريف ديالها، يعني باش تصيب حلول غادي تصيب حلول صعيبة، وبالتالي الدولة هي اللي تصيب الحلول ديالها. على سبيل المثال الشركات العمومية كالخطوط الملكية المغربية، كالمكتب الوطني للسياحة، كيعني بعض الشركات الكبرى اللي هي عمومية، إذا الدولة تتهدى، وبالتالي حتى بعض الشركات الكبرى تتكون ملزومة على الدولة أو الحكومة باش تصيب حلولها. إذا سر النجاح هو المقاولة الصغيرة وجد الصغيرة، والدولة والحكومة تعطى أولوية الأولويات، لأن هما اللي يعني سر النجاح ديال الإقلاع الاقتصادي والنمو الاقتصادي. واضح. إن هذه اقتراحات ديمتنانية لا داخل البرلمان، لا داخل المغرب، ولا خارج المغرب، ولا في اللقاءات العامة في العالم بأسره. واضح السي عبد العزيز الغبار. ممكن توضح للمغاربة كيفاش غادي تحاربوا الفساد والمفسدين؟ حقيقة هذه نقطة الحكومات السابقة والحكومة الحالية بجل التعهدات ديالها، وللأسف تنشوفوا دي كلاسمون مقارنة مع الدول الأخرى وبعض الدول الإفريقية، يعني حقيقة يعني تتقصحنا في القلوب ديالنا، لأن المغرب من الدول الأوائل اللي ناجحة وعاطية أكلة. أكبر دليل هو الحساد اللي عندها ديال بعض الدول المجاورة والدول الأوروبية. إذا المغرب ناجح بزاف الأمور، ولكن وللأسف الحكومة الجمعاء وحتى الحكومة الحالية اللي نادت يعني بمحاربة الرشوة والفساد، فالفساد يحارب بالمعقول والمصداقية. المواطن طلع له الفساد والرشوة في الراس دياله، والآن هو بصدد انتخاب نخب صالحة ومعقولة نعول عليه من أجل وضع ثقة في حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل تغيير الوطن للأحسن بنفس جديد. اقترح على سبيل المثال الأمين العام ديالنا عبد اللطيف وهبي نساء، كتكمل السؤال ديالكم السابق من كفاءة الحزب على رأس اللوائح الجماعية، كمثال فاطمة الزهراء المنصوري اللي هي رئيسة المجلس الوطني وبالتالي عمدة من ديال مراكش اللي من أوائل وأكبر المدن المعروف مشهورة في العالم بأسره، هي اليوم على لائحة مراكش.
كانت عمدة سابقة للمدينة الحمراء بحصيلة جد جيدة. نفس الشيء بالسيدة بالسيدات أخوات على رأس الجمعية والجوية والتشريعية يعني في جهة فاس مكناس وفاس بالخصوص. ومثال الأخت يعني توريا البرلمانية السابقة اللي أعطت الكثير وخاصة في الميادين كلها وفي الصحة بالخصوص، يعني عملت جهويا ووطنيا عن طريق البرلمان وطريق تساؤلات لحماية الأوائل هما رجالات ونساء الصحة. وأنا في هذا المنبر تنستغل الفرصة باش نهني هاد الرجالات ونساء الحديدية ديال الصحة اللي ناضلوا يعني في كوفيد، يعني يضحاو بالعائلات ديالهم، احنا شفنا الفيديوهات ديالهم بالعائلات ديالهم وأمو ديالهم باش ينجحوا المغرب. والمغرب هو اليوم يعني هو رجع اليوم صانع الكمامات ورجع اليوم من أوائل الدول اللي هو وصل حتى للشباب في التلقيح. هذه نقاط من النقاط الأساسية. وما ننساوش الأخت خديجة العجوبي اللي هي فاعلة جمعوية، الكل يشهد بكفاءتها ومساعدتها للفئات المعوزة، وهي اليوم مقدمة كنساء كتكميل المرة الثانية والثالثة. السؤال ديالكم حول المساواة ديال النساء، هما دول النساء من أولوية الأولويات اليوم ديال المغرب. وحنا في اللوائح ديالنا ديال 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 فاس ديال يعني الأصالة والمعاصرة غادي تلاحظوا من أحسن اللوائح ديال النساء اللواتي عطاو وغادي يعطيو المزيد والكثير، لأن اللواتي اللي هما جديدات الأغلبية واللي المواطنين والمواطنات غادي يعطيوهم غادي يعطيو الثقة إن شاء الله ديالهم وغادي يمشيو كتأكيد الحزب اللي هو حزب أصالة والمعاصرة اللي على رأسه السي وهبي اللي هو أستاذ محامي، والكل أو الأغلبية الصاعقة بدون يعني منافس سياسي تيعترف بالتدخلات ديالو العميقة والصراحة لتيصارح المواطنين. وهذا إن دل فإنما يدل على الثقة الكاملة والشاملة في الحزب اللي هو جديد مع مسير في الوجوه الجديدة. وبكل مثال على سبيل المثال يعني احنا اليوم كي تنطبق باللغة الدارجة المعروفة، يعني كل واحد بلاكتو على ظهرو، وكي تيقولوا بالدارجة شوية ديال الجاوي تيبخر البلاد، وكي تيقولوا يعني هذه كمثال ديال مراكش أو مثال فاس ديال المدن العتيقة، لأن الواقع الملموس وهو اليوم المواطنات والمواطنين تيشوفوا الأحزاب اللي هما مرشحة وتيشوفوا الأشخاص اللي هما مرشحة، ولكن الأغلبية الصاعقة اليوم تيصوتوا على الأشخاص، لأن الأشخاص هما اللي أولا تيطبقوا معهم سياسة القرب، وثانيا في نطاق البرلمان هما المشرعين اللي تيشرعوا المواطنين، وبنفس الوقت يعني هما اللي تيشرعوا الحكومة وهما اللي تيراقبوا الحكومة وهما اللي عندهم الجرأة البرلمانيين المعروفين اللي عندهم الجرأة الكبيرة اللي تيناضلوا، ودائما لا مع حكومة ولا مع وزراء تيناضلوا من أجل المغرب عامة كممثل الأمة. وعبد ربيه يعني عبد فاس ولد فاس غير على فاس، وهذه معرفة لا حجة أو دليل باش عبد ربيه يبلغ التبليغ للمواطنات والمواطنين. المواطنين هما اللي شاهدين، وأكبر دليل هو اللقاء اللي دوزنا والباح في جنانات اللي الشعر ديال الأيادي ديالي هذا، لأن ملي تنمشي ودرنا ذاك الحملة وتهضروا مع المواطنين والمواطنات هما تينوضوا يديروا الحملة، تيقول لك أنت البر عزيز ديالنا، أنت ولد المدينة القديمة ديالنا، أنت اللي هذه 40 عام تتناضل معنا لا في أمور اجتماعية ثقافية اقتصادية لا بكتب مدارس ولا بأمور اجتماعية، وحقيقة أي وقت تنصبوك، وهذه بشهادة المدينة العتيقة وبشهادة الشمالية اللي هما اليوم أغلبهم تجار طلعوا الجنانات وطلعوا لدار دبيبغ وطلعوا لأكدال وطلعوا السايس. ومن تنمشيو نديروا بعد لقاء بعد المقاهي يعني من أجل يعني لقاء يعني حبي أو يعني تلقى واحد العطف واحد تيقول لك لا بديلين النفاس انتوما سعاد عز البر البديل، لان انتوما اللي تدافعوا دائما على فاس في البرلمان، وانت المستثمر الوحيد اللي مضحي من اجل الثقه ديال فاس. وانا مره اخرى غادي نستغل الفرصه وغادي نطلب المستثمرين اللي غادروا فاس
غادروا يعني تيقولوا بأن بعد أحزاب سامحهم الله يعني في أمور اللي هي نقابية. وأنا ماشي ضد النقابة، النقابة حق دستوري، ولكن أنا مع النقابة اللي هي كونستركتيف إي بوليكتيف، ماشي النقابة اللي هي ديستركتيف اللي هي تترس. إذن هذا رأي من الرؤى. ولكن اليوم بدينا تلاحظوا، بدون تلاحظوا بأن كاين تغيير في مدينة فاس، كاين تغيير في جهة فاس مكناس في المدينة بالخصوص، كاين غير الثقة والاعتبار ديال المواطنين، يعني لا من ناحية أمنية ولا من ناحية اقتصادية واجتماعية. وبعض الكلمات المشينة اللي كانت تبغى تقال على فاس، ذاك الكلمات المشينة لا ديك لها المشكل ديال فاس، ما عمرو كان مشكل باش تطبق عليه ذاك الكلمة المشينة. المشكل ديال فاس كان مشكل اقتصادي اجتماعي. اليوم الأمور الاقتصادية والاجتماعية ولو في هذا الوقت ديال الكورونا يعطيها واحد الأكل ديالها، واحد الثقة ديالها. وأكبر دليل هو يعني ما ما ما, ما يعني انتج في بعض المعامل اللي كانوا تشدوا، في بعض الاقتصادات اللي هما تشدوا وشاروا لها، يعني بعد المرشحين في البرلمان، يعني بعد اعطاءات اللي تعطات ديال فاس. اذا اليوم الثقه الناس من الدار البيضاء ومدن اخرى وخارج المغرب، يعني كلهم تيعيطوا في الهواتف وتيقول لك عندنا الثقه في الله وفيكم ان شاء الله باش تردوا الاعتبار ومشيوا الاقتصاد. اذا هذا ان دل فانما يدل على رجع الثقه ديال هاد المواطنين، وهالثقه رجعوا المواطنين من اجل الناس اللي ضحوا في فاس واللي غامروا في فاس. لان اي صانع تقليدي او مقاول صغير او مقاول ذاتي او مقاول من الطبقه الهشه او لا كلاس مويان، اللي اليوم لا كلاس مويان يعني ما بقاتش عندها اولويه الاولويات، لان الضرائب ديالو تيقولوا من اللي صوم، يعني والحياه الاجتماعيه والاقتصاديه والحياه المعيشيه غلات، ولكن المذاقين اللي يدهم هذه من الطبقه اللي خص يدافعوا عليها الحكومات ما دافعوش عليها، هي الطبقه المتوسطه. والطبقه المتوسطه هي الطريقه الاساسيه والاوليه لانعاش اي اقتصاد ولانقاذ اي انقاذ. هذه من الاولويات اللي خص الحكومه اللاحقه تعطيهم اولويه، لانه هما اللي تيروجوا الرواج الاقتصادي، وللاسف ما بقاش معطيهم لا اهميه ولا قيمه. إذن اعاده النظر في هذه الامور واعاده النظر في الناس اللي تيحاميوا على الواقع الملموس المعيشي، واللي بكل تواضع عبد ربي اللي مضحي من اجل فاس، مضحي من اجل رد الاعتبار لفاس، مضحي من اجل الثقه في فاس، والثقه راها مبنيه على التضحيه، والتضحيه مبنية على المغامرة. وأنا ثلاثة الكلمات هما النقط الأساسية والأولية ليسير النجاح إن شاء الله لإقلاع فاس، يعني من طرف المواطنين جمعاء اللي داخل فاس، داخل المغرب وخارج المغرب. وأنا تنستغل الفرصة باش نقول لهم خصكم ترجعوا لفاس، خصكم تجيو لفاس، راه اللي خرجكم من فاس هي يعني أغراض اقتصادية، أغراض ربحية. اليوم تنقول لكم راها فاس وفاس مكناس من أوائل الجهات اللي غتكون جد 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 مربحة. وبالثقة ديالكم وديال المواطنين وديال الناس اللي تيناضلوا من أجل إنقاذ هذه المدينة، جميعا غادي نوضوا بإقلاع هذا الاقتصاد بفضل الله وفضل المواطنين اللي غادي عندهم الثقة فينا سنين، أكثر من 40 سنين، واللي هما عارفين كل واحد بلاكته على ظهره. اليوم غادي يصوتوا إذا كانت كامل الثقة ديالهم على الجراح. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.